بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الغالين، حبايبي يا نظر عيني المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الغالين، بدينا نبتدي ويا بعض اذكروا الله سبحانه وتعالى جل جلاله، وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وبذكر الله تطمئن القلوب. عسى الله يطمئن قلوبكم بالدارين، الدنيا والآخرة، قولوا آمين. الله يغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، قولوا آمين، ويشفي مرضاكم ويغفر لأمواتكم ويطول أعماركم ويستر على أعراضكم ويبارك الله إن شاء الله في حياتكم. هذا اللي أنا أقدر أقدمه لمتابعيني، عسى الله يتقبل إن شاء الله، قولوا آمين. أعزائي الغالين المتابعين، الطقوس وكل واحد له عادات وتقاليد. أنا كل قيض أفصل لي كنادير جلبيات، فيقول لي حرية يا أخي جلبيات قمت منوعه وملونه، ما وين طايح؟ قال أبوي رحت السوق واحتار البال وعيوني شافت أشكال. أنا حسال السوق انزين أصغار، وصلنا سوق نايف، وهذا السوق اللي يفتح النفس، تشوف الناس ساير ويا والعرب تحس بأماكن يعني السوق شعبي. إيه نعم يا ربي، إيه نعم، والناس أشوف ومن جميع الأجناس والجنسيات، غير سوق نايف روحه مريح نفسيا. نعم سوق شعبي، شو اللي بويته بنايف؟ يا نايف زين. وعاد عقب السكة هذه شوفوا عقب هاي السكة بيجي اللي غنوا عليه، شلني يا دريول ودني سوق نايف، بزور قهوة حبيبي وباكل عنده خفايف. هذا مطعم خالد حرية اللي في وين؟ واكو يالس ابو كرك حرية، هذا سوق نايف. يالس غير ودنا، لا ودنا الحين، شوف هذا السوق الشهير، هذا سوق نايف، هذا مطعم خالد حبيبي، سوق نايف الشهير على شكل شعبي، شوفه شعبي، ولو زواره ولو رواد ولو الناس والياس الشعبيه الغاويه. الله يا رب، الله يحفظك الحين، الله يحفظك يا رب. بس احنا ما جايين اليوم مطعمنا، لا احنا جايين اليوم جوله ثانيه، جايين الشر جلابيات وجايين الشر اسواء، وهي يعني ما بيها حق المطعم اصغر يا ابني، جزاه الله خير. هذا صار يسوق لهم عكاشخ بيغرمونك، بس كمان صرنا مشاكل موجود. ايه شفتوا هذا اليوم انا الحين راح اسوق الخام وبختار جلابيات على كيف كيفي. ابوي قال لك دبي دار الحي، الاولين قالوا وقالوا شيء ولا سير دبي؟ قال سير دبي. وين عاد في دبي؟ نايف. نايف في سوق المطروشي وسوق الكويتي. شو هذا الكويتي؟ أيوة. وهذاك المطروشي. أيوة. الله يطول عمره يعطيه الصحه والعافيه يا رب العالمين. زين والجلابيات ابوي انواع واشكال، مغربيه ما المغرب كله، وشي شيفون وشي حل كريب حليب. فاوقات تختار على مزاجك. شوف مثلا الحين هاي الجلابيه، هذا ما يخص ابوه، تعالي تعالي من سرتي. ها بطن زين، ايش حد اشوفه في امريكا. مثل هاي الجلابي السوداء بعدها ادرينين، اشوفها هاي ايش قاعد تخيل. مره غاوي هي ما هي دوروا بتلقون بتحصلون بعد. لا 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 شيء ستاره هاي اصغروا عادون غاوي. لا كم بتعطيني اخر؟ هذا وال 8 درهم. انزل اقطع لي من هذا قطعتين يا ابو، يا بابو قطعتين قطعتين. بعد شو اصغر؟ هذا 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 هاي. ها والله غالي حد الطبيخ يا اصغر. ليش؟ لان فيها رومي اسود وكركم فلفل احمر وبزار. هاي ابو المصايب الحين هاي جلابيه. اي والله حق الطباخ حق التصوير غالي، صدق ليش؟ متناسقة مع البهارات. شوف اول باقي طالع اشوفه
عاد الحين ولا شو رايك؟ والله حي ثاني ترى ما المطبخ لا سيم سيم بهار كم الوار هذا بعد؟ هذا بار طبعاً لا اطلع اقطع لي وحده هاي زين حق شو؟ أيوه حق المطبخ انا فيها شو؟ جميع انواع البهارات ما بطبخ ما بسوي ما حق القاد حق تصوير حق المطبخ ايه عندوك اقطع لي وحده اقطع لي وحده هاي وحده ايوه هذا متقسم تعب ابو وحده هاي وبعد شو نوع غير؟ أبوي ألوان وأشكال أنه أبو زرت السوق وحتار البال وعيوني شافت أشكال أشكال وين بعد أبوي هذي ما والله لا أنا مبغاوي وبعد القصة ما قصة الثياب القصة عندي بعد أسوي دخون بس سوق العطر وبشتري العنبر وبشتري دهن الورد وبصنع دخون اللي بيتعلم الدخون حرية اللي متميز اللي لبقته في ريحته تحطي في الشارجة شمف ابو ظبي ايه عطوا الخباز خبزه باكر يقول بعد احنا بنسوي دخون يا علي ما يخلوني في الحين نحن وين؟ نحن في السوق نايف مركز العطور اللي يبغى يسوي بخور واللي يبغى يعطر الجمله اللي يبرع بمبلغ وقدره هني مبلغ وقدره الجملة واشوفها كل تعال شوفها كل هذا عطور تعال 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 مرة 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 ايه كل عطور هذا الحين ايش ادور اليوم ادور العنبر العنبر ولا ادوبه ولا دهن الورد ولا اشتريه يعني عنبر شيء عنبر جامد وشيء عنبر سائل انا تراوالي العنبر السائل نفس الشيء سواء عنبر جامد او سائل وكل واحد هذاك لازم التوبه وهذا ذايب وجاهز وبعد دهن الورد هنصير هذاك المكان بعد زين مثل ما قال راعي القول عطوا الخباز خبزه البخور عاد اللي اسوي انا بدخون حريه مثل ما قلت لكم اذا ولعت في الشارجه شموا ريحته وين؟ في العيد ولا في خرف كان ها العاد النوع العنبر نوعين شيء جامد تشب عليه دهن الورد وتشب عليه ما هذا تلينه وشيء لا سائل هيك انا باخذ نوعين سائل ويامد هذا السائل بسم الله الرحمن الرحيم يا هو هي مع مكان انا جاي عاد وين؟ جاي موقعه جاي مكان سوق الجمله اللي هو يوزع للخليج العربي كله انت مين معروف ما بتوه في السوق شفتوا هذا دهن دهن الورد ها ما بعصير ليمون والله ايه يقولون عطر خباز خبزه وما شاء الله وانت وانت راعي الحلال وانت ويا ابوك الله يطول عمره مطبقي مثل خالد حريه من قبل 40 سنه كم كملتوا عمي كم كملتوا ابوي 40 سنه؟ انا 50 خمس كم؟ 48 سنة شوف ومطبقين المثل اضف على مالك ولا عشرة من عمالك الأبو والعيال الله يخليهم هذا الشغل الصح ما عليك زود انت راعي الفزع هذا دهن الورد أبوه أصروه واوي لا له وهذا العنبر الساح يا ربي وبسوي عداك الدفون إذا عسى من الحين أقول لكم ما بلا البيع دخوني الخاص بعد شوي منه إيه وما بلا البيع لا أحسنتوا وما قصرتوا على الإضافة أبو هذا وين نحن في سوق نايف معروف هذا ما شاء الله الله يطول أعمارهم طبعا رمز من رموز الدولة الله يحفظ شيوخنا ويحفظ ولاة أمورنا آمين آمين الله والضيف اللي يانا عزيز علينا من ونحن صغار نعرفه الله يطول اعماركم يعني ما شاء الله عليه شيء اولا في مجال المأكولات الشعبية هذا ما عليه كلام والحين بعد نعرفه بعد في مجال العطور ابد شيء انصحكم ان اللي ما قابله يدور وين مكانه وابد يتشرف به سناب خالد حريه ولا وازيرك من الشعر بيت عن في التوك توك طورنا عزيز
عزيز وحبيب وغالي الله يحفظك، شرفتنا يا الغالي الله يبارك فيك. شاركت بنت تمام، انا اشكرك عمي على الهديه الحلوه، قال انا اغنيه واحد بالهديه ولو غرشه خليه، انت اعطيتني غرش ممزوره طول الله عمرك الله يبارك فيك ويجيب خيرك ويفتح عليك. وانا بعرض الكرت مالهم تمام الشهير في سوق نايف للعطور الجمله، ما بس في دبي، على المستوى الاقليمي واليمن والصومال والدنيا كلها، لانه هو بيع جمله مع عباي وموقعه 48 سنه ما شاء الله، يعني ما دهور مرت على ما يقولون. وهذا تليفون شوف صورت له مره لخاطر بيمر سوق نايف عمد دمه، نعم يعين ويعاون واسعاره حلوه ومناسبه. سوق الجمله هي يا رب احسنتوا ما قصرتوا، طول الله اعماركم اعمارك طويله. هذا يا ابو الوليد الله يطول اعماركم يبارك فيكم ويزيد خيركم ان شاء الله. ودخون حريه شو اقول لك، عط الخباز قال خبزه ولو كان نص صح. نعم حياكم الله، الله يزيد خيركم، طول عمرك يبارك فيكم حبيب غالي. يا الله بالخير والنور والسعاده، اسعد الله مساكم. انا في محل في دانه الدنيا في دبي سوق الذهب في ديره معروف للممثلين والمطربين والمشاهير الخليج، وما في مشهور في الخليج او فنان في الخليج او راعي عود او راعي دهن العود او فنان او زقرتي او من هذا الا المحل. وهذا المحل مو باي محل، هذا ما بنتكلم عن المحل، الدهر يتكلم، السنين الطويله تتكلم، وخلف من ابن الى ما وصلنا الى الابن. انت احنا الابن ولا ولد الولد؟ لا الابن. الابن وعيالك بيكملون ان شاء الله المشوار باذن الله. في محل منو توقعون العود دهن العود والبو ما في الامارات ترى والي هو، انتم اول ناس ما شاء الله. وقبل ما اتكلم بعرض لكم اللقاء الصحفي الذي اجرى مع ابوه. وشوف وين انا بقبل عشان ما احرق الفيلم عليكم، محل معروف في الخليج. انتم شوفوا طول الله ماركم الحين انا بجيب هذا الله يعطيه الصحة وطولة العمر أحمد ولا الحياة في عهد العطور، يعني نحن في مكانه. وهذا شال منو؟ يكون أنت صغير بنت أختي يعني. بنت أختك شفتوا نحن في مكان أهواء شيوخنا الأول. الله من وين الشيخ؟ سعيد مكتوم، راشد سعيد مكتوم. هذا سعيد المكتوم. نعم ابو راشد المكتوم الله يغفر لهم ويرحمهم. زايد وراشد الله يغفر لهم ويرحمهم بالعظامهم ان شاء الله الجنه وينقلهم ان شاء الله من ضيق اللحود الى جنات الخلود. فالسامعين قولوا امين. امين. واسعد الله مساءك. انا اتشرف. الله يحفظك ابو محمد. انك انت رجل الاعمال الناجح، انت اللي تقدم السعاده والريحه الحلوه. الحمد لله. حين كل الناس تحب الريحه. كل الناس بتحب الخن. ما شاء الله يعني انت راعي طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم مدح راعي الطيب وراعي الكير. نعم. اي وانت من راعي الطيب يعني يدخل عندك انت يطلع ريحه دخون وبخور. الحمد لله. انت ما شاء الله كملت المشوار، انت من يوم صغير ويا الوالد؟ انا الحين كملت 15 سنه في المجال. اي نعم. نعم الحمد لله. وعلى طول عمرك وعيالك ان شاء الله تشوفهم. امين. هذا محل المحل كمل عمر المحل 48 سنه عمر المحل 48 سنه عمر المحل عمر. نعم شفتوا يعني ما شاء الله، شوفوا العود، شوفوا الشيء العدل هذا، شوفوا هم المشهورين المعروفين في السوق دبي. احمد وهذه يعني انتوا الصدارة الحمد لله، لأن عمر يوم الدنيا دنيا دينا عادة إلى أحمد فولاد العنبر. عن هذا العنبر شو من الدهن الورد عندكم اللي هو راشد؟ شو إيه هذا العنبر اللي هو الجامد هذا لازم نصب عليه نحن الحين دهن الورد او اي نوع من العطورات. اي
هذا الطائفي دهن الورد. انا ابغى دهن الورد التقليدي. التقليدي دهن الورد. ايه دهن الورد التقليدي احسنت. ايه هذا دهن الورد ابو هذا دهن الورد التقليدي. انتهت الجولة من سوق نايف والراسح متجهين الى ابو عمار. عمار يا نايف، عمار يا نايف، ما شاء الله نايف نايف مهما صار مهما استوى هذا اخوكم خالد حرية ويعيوشه. وهذه خلاص اصروح بوديني يا ربوي ان شاء الله. ودني ودني الورقة وابوي مثل الحار حش علي. يا الله يا ربي يا الله يا الله خلاص يا الله يوم تحصلك كونديشن يبرد. اي نعم وانتهينا. عاد في ناس يسالون عني حريه حريه على كم الغش الدخون. لا 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 الدخون ما بلا البيع. الدخون خصوصي ما بيع دخون. انا بيع برياني وابيع عيش وهريس ومندي وهريس. الدخون ما بيع بعد. لكن تشوفوا طريقته كل واحد طريقته. انا طريقتي